أما هلأ نرمين ننتقل لمحطتنا الأولى لليوم، ورح نحكي فيها عن أهمية تعدد اللغات وإيجاد اللغات. يمكن اليوم أهالينا أو أهالي كل الطلاب والأطفال بيحاولوا يعلموا أولادهم أكثر من لغة لمواكبة التطور السريع، لأنه العالم بتحسي نرمين صار قرية صغيرة مرتبطة ببعض، وتعليم اللغة سابقا فينا نقول بالمدارس اختلف عن تعليم اللغة اليوم، وكان في لغة واحدة، اليوم صار في أكثر من لغة وصار الموضوع اختياري لأكثر من لغة. صحيح نور، وحتى ما بتحسي تعليم اللغة هو موضوع يعني رفاهية، هو صار ضرورة. مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة، حتى مواقع الانترنت في كثير من الكورسات بعدة لغات. صحيح. فامتلاك هاي اللغات أكيد عم يفتح اليوم للطلاب المجال للتعلم بشكل موسع أكثر، ينفتحوا أكثر على معلومات وحضارات. وبدنا نسأل اليوم قديش عم نقدر نطبق معايير تعلم اللغة الإنجليزية بشكل خاص، لأنه هي اللغة الأكثر شيوعاً ضمن مدارسنا. صحيح. رح نطرح كثير من التفاصيل والاستفسارات اليوم، وبيسعدنا نرحب بالأستاذة عثمان قيلي، وهو الموجه لمادة اللغة الإنجليزية في مديرية تربية دمشق. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. حكينا بالبداية أهمية تعدد اللغات اليوم بعالمنا، يعني حتى لنهيئ الطفل ليصير شاب صغير ويدخل سوق العمل ويختار فينا نقول الاختصاص اللي بيحبه. سابقا ما كنا نشوف، يعني أنا بتذكر على وقتي كنا بالخامس اختياري، أنت بتسحب هالورقة أنت وحظك، يعني بيطلع لك فرنسي بيطلع لك إنجليزي. اليوم لا، صار من الصف الأول عندك تعلم اللغة الإنجليزية، بعدين اختياري فرنسي أو روسي. شو اللي اختلفت اليوم المناهج، خصوصا نحن عم نحكي عن المدارس الحكومية لأنه يعني المنهاج الأساسي التعليمي؟ هلا مادة اللغة الإنجليزية هي مادة الأساس باللغات بالمناهج اللغة بسوريا. هي تدرس مو بس من الصف الأول، تدرس من الكيجيات. بس مش كل الناس قدرانة تحط أولادها، أنا هيك قلنا من الصف الأول. حتى في كيجيات تابعة لوزارة التربية، يعني مو شرط بالكيجيات الخاصة. تعلم اللغة الإنجليزية صار أساس لأنه هي اللغة العالمية المحكية بكل دول العالم، يعني اللي بيتحدث اللغة الإنجليزية بشكل سليم ممكن بأي مكان بالعالم، يمكن أن يمشي أموره، يتأقلم مع الناس، مع العمل، مع سوق العمل. هلا إدخال اللغة الثانية كان بناء على التطور السريع للتكنولوجيا والمعرفة، صارت حاجة إنه أنت تدخلي لغة ثانية أو ثالثة بسبب التطور الموجود. يعني هلا بنشوف نحن صار بالعالم ما صار في بس لغه انجليزيه، مع انه هي الاساس. صحيح. الاكثر شيوعا، لكن اللغه الفرنسيه والروسيه طغت على الواقع بسبب التطور السريع للمعرفه والمعلومات. لذلك كان ارتأت وزاره التربيه انه ادخال لغه ثانيه ابتداء من الصف السابع هي الفرنسي او الروسي، يعني اللغه الانجليزيه هي الاساس، اللغه الاختياريه هي فرنسي او روسي، طبعا من السابع حتى الثالث ثانوي. احنا بنعرف استاذ انه تعلم اللغه ما انه بكبسه زر، هو بحاجه من المتابعه والاستمرار، ويمكن خارج نطاق المدرسه. خلينا نحكي اليوم عن خطه وزاره التربيه اليوم لحتى تساعد الطلاب اكثر باتقان اللغه الانجليزيه، يمكن من حيث تاهيل المدرسين، من حيث توفير الوسائل، او اي معلومه بتحب تطرحها تفضل. تمام. نحن هلا بدايه هي ماده اللغه الانجليزيه هي من اولى المواد اللي تم تطويرها، وصدر قرار بتشكيل لجنة تأليف مناهج اللغة الإنجليزية منذ أكثر من سنتين بخبرات وطنية. نحن كنا نعتمد على الأجنبي حتى يألف عنا مناهج، لكن صار هلا خطة إنه نحن صار في عنا خبرات وطنية نعتمد عليها بتأليف مناهج. شو اللي بيختلف بهذا الموضوع لما نخلي الخبرات الوطنية هي تألف الخبرة منهاش. الوطنية هي بصراحة أدرى بالواقع الميداني للطالب والمدرس. كانت الخبرات الأجنبية موجودة لكنها هي خبرة عم تعطيك منهاج لا أكثر، ما عندك خبره ضمن المدارس، ضمن واقع المدارس وواقع الامكانيات. تمام. هلا نحن حتى بخبراتنا الوطنيه بلشنا بتاليف المناهج بناء على معايير اوروبيه، يعني ما طلعنا الفنا من عندنا، نحن في معايير اوروبيه بكل دول العالم استندنا عليها والفنا مناهجنا من الصف الاول حتى الثالث ثانوي، وانطلقنا لتاليف مناهج المهني، والان هلا عم نعمل على تاليف منهاج اللغه الانجليزيه في معاهد اعداد مدرسين. تمام. هلا اللغه الانجليزيه هي من اولى المواد اللي تم تطويرها. صحيح. بناء على سوق العمل، بناء على التطور السريع بالتكنولوجيا والمعرفه. نحن نعرف التكنولوجيا والمعرفه هي معظمها لغه. تمام. لذلك كان تطوير اللغه الانجليزيه كان اساس وحاجه ملحه
حتى تواكب التطور العصري الموجود. طيب استاذ، خلينا نحكي عن طريقه اعطاء الدرس. قديش بتلعب دور بتخزين المعلومه؟ يعني كلياتنا بنتذكر ونحن صغار انه كنا نحب الماده لانه الاستاذ فيها مريح، بيعطي المعلومه بطريقه تفاعليه. في ماده بتلاقينا ما بنحب ندخل لانه الاستاذ هيك بيلعب دور، يا بيأثر عليك ايجابيا لا سلبيا. خلينا نحكي عن اعطاء اللغه الانجليزيه بالمدارس الحكوميه. في كثير مآخذ عند الاهالي، مثلا بتقول لك انه المدارس الخاصه هي بتعطي بطريقه مختلفه، المدارس الخاصة يمكن بتلاقي الولد يجيد التحدث باللغة الإنجليزية أكثر من عندنا. الأستاذ مثلا بالمدارس الحكومية بيحكي نص حكي عربي ونص إنجليزي، فهذا بيأثر بالمدارس الأخرى. يعني في كتير ملاحظات بتسمع من المحيط. خلينا نحكي بشكل أساسي، ضمن خطة وزارة التربية مع تغيير المناهج اللغات، كان الأسلوب من خلال الخطة مطروح، طريقة أعطاء الدرس كيف بتكون وقديش مهمة لتفعيل هذا الدور؟ تمام. نحن سابقا كانت اللغة الإنجليزية تعطى بشكل تقليدي. تقليدي يعني كان الأستاذ هو محور المادة، هو محور العملية التعليمية. تمام. يعني التركيز كله على المدرس والمتعلم هو فقط متلقي. هلا اختلفت المناهج، اختلف العصر واسلوب المعرفة وإيصال المعلومات، لذلك صارت المناهج اللغة الإنجليزية تعتمد على الطريقة التواصلية والتفاعلية. طريقة التواصل التفاعلية هي الطريقة التفاعل بين المدرس والطالب، ما صفي المدرس هو المحور العملية التعليمية. طلقنا أبعد من هيك، بالمناهج الحديثة صار المتعلم هو مركز العملية التعليمية، صار المدرس فقط هو موجه وهو محفز ومسير للطالب، ما صفي الاعتماد على المدرس غير بشكل بسيط جدا. لذلك هلا نحن بنشوف اختلاف ببعض المدارس مثل ما قلتي حضرتك، انه طريقه اعطاء المدرسه هون يختلف عن طريقه اعطاء المدرسه الاخرى. طبعا هي اللغه الانجليزيه هي مهاره واكتسابها هي مهاره. تمام. يعني الاختلاف هو عم يكون بسبب تراكم الماده العلميه التراكميه، يعني اللغه الانجليزيه هي تراكميه. صحيح. كل سنه الطالب بياخذ معلومه زياده، بياخذ مفردات، بياخذ قواعد زيادة. تمام. نحن اللي عم يصير عندنا الاشكال انه مدرسه عم تعطي بطريقه مختلفه، مدرسه اخرى عم تعطي بطريقه تفاعليه، هذا الاشكال عم يصير. نحن عم نعمل بكل سنه تقريبا دورات تعليميه، ورشات عمل، بنحط النقاط على الحروف بالاماكن الخلل او اماكن الضعف الموجوده عند المدرسين، بندعيهم لدورات او لورشات عمل، بنطور من ادائهم العلمي. هلا نحن اللغه الانجليزيه دائما تعتمد على التفاعل والتواصل، ليست هي لغه جامده. مثل ما قلت حضرتك، الطالب اذا حب المدرسه حب الماده العلميه. صحيح. ايا كانت. صحيح. ان كان انجليزي او اي ماده اخرى. نحن عم نعتمد على باللغه الانجليزيه على التفاعل والتواصل بين الطالب والمتعلم. بأي عملية تعليمية دائما بيكون في تركيز على المناهج، وحضرتك عرشت عليه ولو بسيطا. بدنا نرجع لموضوع المناهج، حضرتك جايب كتب وكأنه بتذكر من وقت ما كان في تحديث. أنا وقت أيام المدرسة كل سنة كان ينزل منهاج جديد، كانت الموضوعات عم تكون مختلفة، عم يكون في تركيز بتذكر على التراث السوري، على الحضارة، على الآثار السورية، على العادات والتقاليد. كنا أو عم يحاولوا يعلموا الطالب إنه كيف يعبر عن ثقافته وحضارته باللغة الإنجليزية. قديش هذا الشيء بعده موجود، وقديش برأيك المناهج الحالية لسه بحاجة تطوير أو يعني بحاجة لوسائل إيضاحية كمان تكون مرافقة لهي الكتب وتتوزع على كافة الطلاب؟ تمام. هلا نحن المنهاج الجديد اللي موجود عندنا هو منهاج إيمار، وبلشنا بهالمنهاج الجديد منذ سنتين تقريبا. ومثل ما قلت لحضرتك، اي منهاج جديد بده يكون في عنده شويه صعوبات، في اشكالات بالتطبيق او شيء، لكن نحن اعتمدنا بالمنهاج الجديد على الخبرات العلميه، على الخبرات والمعايير الاوروبيه. تمام. إيمار شو الجديد فيه؟ يعني بنقول هلا نحن الجديد هي المواضيع المطروحه، ركزنا فيها على على قيم وطنيه واجتماعيه هي بتخص بلدنا، بالاضافه الى الانطلاق الى الخارج. يعني نحن ما بدنا نتمنى موقعين بضمن البلد، لازم نحن كمان نعطي الطالب شيء يتماثل مع الخارج، مع البلاد الخارجيه، مع المعارف واساليب وسوق العمل الخارجه. لذلك نحن كنا معتمدين اول شيء على المعايير الاوروبيه، ثانيا اضفنا قيم وطنيه واجتماعيه واخلاقيه ضمن المنهاج بشكل غير مباشر، غير يعني مو بشكل واضح جدا. تمام. المتعلم بيتلقاها عن طريق المدرس من خلال المنهاج. هلا المنهاج اللي موجود حاضر بين ايدينا هو منهاج مطور قابل للتطوير دائما.
السبب نحن بدنا نواكب العصر، بدنا نواكب تطور سريع بالمعرفة والمعلومات. هو لأي صف إمار؟ من الأول حتى الثالث ثانوي. هلا عم نشوف سابقا كنا يمكن ناخذ، يعني هلا عم حاول افتح الكتب، حتى طريقه الاعطاء يعني قبل كانت حروف بسيطه، القواعد كانت بعد المرحله الاعداديه كنا نشوفها، بعد المرحله الابتدائيه نشوفها بالمرحله الاعداديه. اليوم اليوم لا، الموضوع مختلف، يعني بلشين من الصف الاول يمكن بالمفاهيم الاساسيه للغه الانجليزيه، يعني معلومات كنا نحن ناخذها على زماننا بمرحله متاخره من العمر. تمام، هلا برجع بقول لك نحن اعتمدنا بالتاليف على معايير اوروبيه، المعيار الاوروبي مثلا بالصف الاول بيقول لك في الصف الاول يجب ان يتعلم الطالب باللغه الانجليزيه الحرف كذا والكلمه والمفردات كذا وكذا والقاعده كذا. هلا نحن بالصف الاول بالذات ابتعدنا عن القواعد. يعني قواعد موجوده هي قواعد بسيطه جدا جدا لا تتعدى الاحرف والكلمات. الاعتماد بالصف الاول كان اعتماد على المحادثه والاستماع. اول شيء محادثه تعريفيه، شوفي الكتاب اللي انت موجود معك كله listen and repeat. listen and circle. طيب هلا بالمعاهد الخاصه بتذكر بيكون في سي دي باخره الكتاب. تمام. طالب بيقدر بيروح على البيت بيتسمع كيف نطق الحروف وكيف اللكنه بتكون مثل ما بنسميها. موجود هذا الشيء بالمدارس احنا ولا بعد؟ السنه الماضيه بلشنا بادراج الملفات الصوتيه ضمن السي ديات، ونعمل على ادراج باقي الصفوف كلها، يعني تقريبا خلصنا ثلاث ارباع المناهج فيها سي ديات صوتيه جاهزه للطالب. طبعا نحن بنعطيها للمدرس اللي هو لازم يطبقها بالصفوف عندنا. نحن المشكله عم تصير انه بعض المدارس عم تكون فيها مثلا قله بالوسائل التعليميه من ناحيه ان كان البفلي او المسجله او شيء. طبعا نحن في بعض المدرسين المشكورين تجاوزوا هالقصه، صاروا يجيبوا يعني على موبايلهم ممكن يسجل مع الموبايل بفلي، يعني نحن بنقول اللي بده يشتغل بيشتغل بغض النظر عن اي شيء. نحن الوسائل المتاحه بالمدارس كافيه لانه تعطي المنهاج بشكل سليم بشكل صحيح. ونحن يمكن عم نسال عن كمان اهميه السي دي الصوتي، فينا نقول اللكنه كان الماخذ دائما على الطلاب. تمام. سابقا انه هن عندهم مخزون مهم للغه الانجليزيه، لكن طريقه لفظهم للكلمات باللغه الانجليزيه او طريقه اللكنه هي غير سليمه، فلهيك عم نشوف في تطور نوعا ما سريع لمواكبه اللغات. خلينا نحكي عن اللغات الاخرى، يعني نحن كنا لغه واحده سابقا، اليوم عم نشوف اختياري بعد اللغه الانجليزيه راح يكون في لغه روسيه او فرنسيه، كمان المناهج هون كيف عم تكون مختلفه، وهل راح يتم ادراجها للصف الاول؟ يعني مثل ما سابقا كانت هي بتنزل صف صف، يعني ممكن بالمستقبل نشوف ادراج اللغه الثانيه في الابتدائي؟ هلا ادراج لغه ثانيه بالمرحله الابتدائيه هو يعتمد على كثير شغلات، من بين الشغلات تعتمد عليها هي عدد الحصص الاسبوعيه. طبعا نحن اذا بدنا ندخل لغه ثانيه مثلا بده ياخذ اقل شيء حصتين، بده هذا ياخذ يا اما بدك تاخذ من ماده ثانيه او بده يصير عندك عدد حصص اسبوعيه زياده على الطالب. وطالب صف اول بالمرحله الابتدائيه بتعرفيه هو ملول تعبان. عم نحكي المرحله الابتدائيه، هي اكثر مرحله عمليه فيك تخزن، هي كلامك صح، يعني خزن معلومات ولغه ما عنده اشكال قادر الطفل يتعلم فيها. بس بدنا نكون اول شيء اسسنا لهالمرحله، مرحله ادخال لغه ثانيه من ناحيه البيئه، من ناحيه عدد الحصص. ضمن المشروع فيه ولا لا بعيد؟ حتى الان ما صار شيء، حتى الان بالوزاره ما فيها الفكره انه ادراج لغه ثانيه بالمرحله الابتدائيه، ممكن لكن بالمستقبل بالتطور هيك بنضرب عصفورين بالحجر، بنستثمر الخريجين اللي اخذ يعني لغات اخرى اللي هن اساسا ما عم يدرسوا بنفس الوقت. تمام، ما في اشكال، هو نحن سوق العمل ما عندنا اشكال، لكن نحن بدك تاسسي البيئه اول شيء المدرسيه الصفيه، وتاخذي بعين الاعتبار مثل ما قلت لك عدد الحصص، هذا هام جدا كمان عندنا. خلينا بختام حديثنا نرجع لنقطة البداية، وكنا عم نأكد على أهمية تعلم اللغة وقد الشيء بتفتح لنا أفاق بالمستقبل. خلينا نأخذ نصائح من حضرتك اليوم لكل الأهالي، لكل الأشخاص أو المدرسين يمكن يلي حابين يطوروا حالهم يطوروا أدواتهم، كيف ممكن يمكنوا حالهم بموضوع تعلم اللغة الإنجليزية أكثر؟ هلا بالنسبة للأهالي نحن عم نعمل مجموعات على الفيسبوك من ناحيه انه يتواصلوا معنا، والملفات الصوتيه كلها حاطينها بمجموعه بحيث اي اهل اي طالب ممكن الحصول عليها ويرجع على البيت ويتواصل يستمع لهم. تمام، اما بالنسبه للمدرسين احنا بنقول لهم يعني شدوا الهمه، وهذا الطالب ابننا بكل احوال، استخدموا الوسائل التعليميه،
نحن الوسائل التعليمية المتاحة بالمدارس ممكن تكون بسيطة، لكن المدرس هو الأساس. ممكن يطور وسيلة تعليمية بجهد شخصي بتكون هي بسيطة لكن أثرها الفعال جدا. نحن الوسائل التعليمية المتاحة هي السي دي، الصور والفلاشات والفلاش كاردز والفيديوهات. ممكن مدرس يجيب وسائل حسية، يعني بدل ما يقول للطالب بين معناته قلم، له This is a pen مثلا. هاي شغلات بسيطة ممكن المدرس يستخدمها. طبعا هاي المهارة هي بسميها لك مهارة بطريقة اعطاء الدروس. صحيح. هي تختلف من المدرس للمدرس وتختلف من بجهد المدرس. يعني انا بعض المدرسين بتلاقي مهارتهم اقل، في بعض المدرسين يكونوا متميزين بهالنقطة. برجع بلك هو جهد شخصي، يعني نحن بنتابع المدرسين بنحثهم دائما على انه استخدام الوسائل، لكن هو جهد شخصي ومهارة فردية. أكيد مجهود كبير عم تقوم فيه وزارة التربية. أساساً نحن 10 سنوات في الحرب، في كثير مدارس تعرضت للاستهداف، وبنفس الوقت مجهود كبير عم يقوم فيه كل مدرس اليوم عم يروح لشغله، كل مدرس سوري، لأنه نحن بنعرف قديش فعلياً هو عم يعمل مشقة كثير كبيرة، لأن كانت المواصلات والذهاب صباحاً رغم راتبه القليل، لأنه للأسف لهلأ كل مدرس ما عم ياخذ حقه المادي بسبب المعيشة الأساسية والغلاء اللي نحن عايشينه. فتحية لكل المعلمين السوريين. بتشكرك أكيد أستاذ على وجودك معنا، ويعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية.